ايه ده مدام نوال؟ انا مش فاهم حاجه. ها ايه هو اللي اليوم الاول نزل من عربيته دخل محل الاكل طلب 2 همبرجر بالبيض زود صوص الباربيكيو راح للسايس مرضيش يديله بقى شيء؟ ايه ده انا مالي؟ فين اوراق القضيه؟ هي دي اوراق القضيه يا متر عمرو؟ انا براقب جوزي. بتراقب جوزك؟ طب وانا مالي؟ انا راجل محامي وسمسار لعيبه، حد قالك عليا مخبر؟ ما انا جايلك على الصيت بتاع مدام فوتنا على الجروب وقالت لي اكيد في حل لمشكلتي عندك. مدام فوتنا؟ لا 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 تحت امرك. طب مدام فوتنا دي زي والدتي، دي اللي مربياني على فكره، يعني دي في علاقه اسريه كبيره ربنا ان شاء الله خلصنا منها. انا تحت امرك، انا ممكن ارفع لك قضيه خلع، اطصهولك حكم نفقه، انت تامري. لا انا عايزاك تجيب لي ادله ارفع عليه قضيه ان هو خاين وبتاع ستات. عارفه يا افراح؟ ايه يا حبيبي؟ انا بعزك دونا عن اخواتك. ليه؟ ليه يا مزي يا حلو انت؟ لانك انت الوحيده اللي واخده مني الدم الحامي وبضطر على مراوح قلبي وبعرف اخد معاكي وسائل في الكلام. ربنا يخليك ليا يا رب. عارف يابا؟ عارف انا نفسي الاقي اخواتي واورث ليه؟ ليه؟ نفسي احس ان انا زي البنات، نفسي اروح الكوافير واصبغ شعري وانفخ شفايفي واشتري فساتين. انت عارف المره الوحيده اللي اشتريت فيها فستان كان من عند امي وحاسبتني عليه. نفسي احس ان انا بنت كده زي البنات، نفسي اتجوز. ما انت حلوه اهو زي القمر، والف مني اتمناكي. حلوه ايه بس يا ابو افراح؟ انت اللي حلو والنبي. بقول لك ايه يا افراح؟ نعم. قوم اعملي لي كوبايه شاي. هات فلوس عشان ما فيش شاي. طب اعملي لي قهوه. هات فلوس عشان نجيب قهوه. طب امشي اطلع بره. هات فلوس عشان اطلع بره. ايه ده؟ ده ايه القعده السكر زياده دي؟ اهلا وسهلا. مايا. مايا دي 25 سنة و500 شهر، ملكة جمال بلاء 4 سنين ورا بعض متتاليين، 2 بلاء و2 الدكرور. مصيبة يا مايا مصيبة. طلعت ليدي عسل. معاكي روجي كحلي معاكي؟ لا. مطلقة وبرضه بحب طليقي. لما انت بتحبيه اتطلقتي ليه؟ احكي لك بقى انا الحكاية حبيبتي. روحت البيت اتليته مع 4 بنات مرة واحدة، قالوا ايه؟ جايبين فراخ، كل واحد فرخة. رحت داخل عليه قلت له ينفع كده؟ ما تسيبليش فرخة، كلمة مني ولا كلمة مني. راح مطلعني انا الغلطانة ولا هو؟ طبعا هو يا حبيبتي. طبعا ده حيوان. ده حيوان فعلا. كنا هننسى. البت حبيبة. حبيبة كمان؟ دلوقتي يا نهار ابيض. يا بيبا. يا خبر يا خبر يا خبر. يا حبيبتي يا منكسر. يا سلام يا سلام. يا منكسر يا حبيبتي. اتفضلي يا فندم. بنفسك. اتفضلي اتفضلي يا مدام حبيب. اقعدي اقعدي. بالراحة عشان السلك. لابس. حبيبة بقى منكسرة كده زي ما انت شايف. انا قلت لها مفيش غير المتر عم هو اللي هيحللك الدنيا كلها. انت تأمري تأمري يا فندم. اتجوزت بنت 14 سنة عندها 3 صبيان وولدين بتربيهم لوحدها، وفي يوم رجعت البيت لقيت جوزها مع 9 بنات مرة واحدة. اتصدمت صرخت. يا صرخت تاني. لا. قام رمى عليها يمين الطلاق وضربها بالقلم. راحت صرخت. لا. صرخت تاني. لا. ونزلت تجري في الشوارع حافية. ارتاحي يا حبيبة، حرام عليكي اللي بتعمليه في نفسك ده. حرام عليكي. دخلت على كشك قالت لو سمحت ممكن اعمل تليفون. خدت التليفون. تيرن تيرن. محدش رد. تيرن تيرن. برضه محدش رد. رمت التليفون وطلعت تجري في الشوارع، وفجأة دخلت على كشك قالت له يا عم يا بتاع الكشك ممكن اعمل تليفون. وبالفعل الراجل بتاع الكشك اداها التليفون واتصلت. تررر تررر. محدش رد. تررر تررر.
محدش ردت تلاقيها تجري شاورت لمركب قالت له مركب شد القلوع يا مرج. وفعلا شد القلوع وبالصدفه قابلت في وسط الميه. في وسط الميه ميه حبيبه قلبي يا ميه اموريني يا وحدي تعالى اتكلم معايا المركب. لا ما ينفعش لابسه مايو. وفجأة مايا فعلا ما كانتش لابسه مايو ما كانتش بتكذب عليها وهي في وسط البحر عدى موتوسيكل شد شنطة حبيبة صوتت. لا صوتت تاني. لا الولد قاعد يجري ثلاث ايام بيجروا ورا بعض لحد ما زنقته في الكورنر قالت له عايز مني ايه رح تهجم عليها. قالت له انتوا كلكم كده طمعانين في جسمي. قام قال لها هو انت حيلتك حاجه غيره؟ والله الموضوع كبير وهياخد وقت زي ما احنا متعودين يا جماعه في قضاياكم. مش عايز اعطلك معانا يا مدام نوال يعني الموضوع هيطول قوي وزي ما انت شايفه فان شاء الله احنا على تليفون ومستني تحويل الفلوس باذن الله. على فكره يا دكتور احنا ممكن ندفع من جنيه ل 500,000 دولار مصري لا غير. انا عارف بس انا مش عايز اضيع وقتكم. اتفضلي يا مدام نوال اتفضلي. خلاص يا متر هعدي عليك في وقت تاني ان شاء الله. اي وقت مكتبك مفتوح في اي وقت. سوفاج سنترماج مريب الباش يا اختي. اقعد يا معفن انت وهو. ايه اللي انتوا عاملينه في نفسكم ده؟ عجبتك؟ عجبتوني ايه وده اللي احنا متفقين عليه؟ في يا عمر ما احنا عملنا الدور كويس ودخلنا على اليوتيوب وشوفنا الستات بتعمل كده. ده منظر ستات بسمتك؟ ده منظر ستات طفشتوها الله يخرب بيوتكم. قبضنا بقى اخلص يلا قبضنا قبضنا ظبطكوا ايه مش لما نقبض حاجه منها؟ عجبك كده يا حبيبه؟ لا ايوه امسكي كده حطي ايدك هنا اصبري بس كده. هو حاجه بسيطه يتضيق حاجه بسيطه. خلاص انا عرفت. خلاص يا اختي هظبطهولك بس بقى ما تنسيش الفلوس كفايه الخصم اللي انا عاملهولك. انا بس عشان عارفه ظروفك وظروف جوزك. يلا مع السلامه. ولا خرسته؟ ايوه خدي يتقيف زي ما شفت بسرعه. صباح وحب. اهلا وسهلا اهلا وسهلا يا اختي شرفتي الاديليه. عندك كل حاجه كل اللي انت عايزاه هتلاقيه. بصي سواريهات الوان قماشات كل القماشات عندك احمر وازرق. معلي حبيبتي انت في القلب والله في القلب. والله انا عايزه الاستاذه والمعلمه افراح. لا مش عارفه والله دول ساكنين فين بس يمكن الحاره اللي بعدينا. الحاره اللي بعديك؟ مش انت افراح؟ لا انا المعلمه افراح. معلمة أفراح؟ يا أفراح اللي راح من عمري راح وأنا بدور على أفراح. إيه ده؟ إيه؟ اللي راح من عمري راح وأنا بدور على أفراح. إيه ده الذكرى اللي إحنا فيها دي؟ حبيبتي أنا عايزة واحدة زيك كده متصيطة تاخدني معاها الحفلات والأفراح. لا مش فاهمة يعني واحدة كده زيك تاخدني معاها الحفلات كده والأفراح. اخدك معايا تشتغلي في الحفلات والافراح. يعني يعمل لي شير كده يشيرني. معلش يا حبيبتي. ايه يشيرني؟ يشمبرك؟ يشيرني. هو في حد يا بنت بيبقى عايز يتشمبر؟ المهم يعني عايزه تتشمبري في واحد بتاع كاوتش عند هنا الناحيه دي. لحظه انا عايزه واحده تشير شير تعملي شير نت سوشيال ميديا وكده. انت نفسك تشتغلي وتبقي مشهوره. انت عارفه عشان تبقي مشهوره دلوقتي لازم تخشي على النت ده بتاعكوا ده. ايوه تجيبي نقط كتير قوي ساعتها هتبقي مشهوره وهتبقي اكتر من شوفينار. ايه القفله دي؟ ايه شوفينار؟ انا عايزه اغني عايزه امثل كده يعني. انا يا بت بقول لك على النت يا بت الشهره كلها دلوقتي بتيجي من على النت. الله ما تفهميش ليه. لا انا كده زعلت. معلش ما تزعليش نفسك. عارفه انا هعمل ايه؟ هكلم لك الواد زمار اخويا. والله عارفه زمار اخويا ده الله اكبر عليه الله اكبر عليه موهوب في كل حاجه. هوصهولك على شغل. ايوه بس انت ما اتغديتيش ولا شربتي حاجه. لا يلا فرصه سعيده حبيبتي. مش هتغدى. يلا مع السلامه حبيبتي. سلام مع السلامه نشوفك مره تانية. نيله الجايه لي ايه؟